استراحة محارب. محاصيل الجواهر تصبح قناصة ماهر. مع برتكان أبو سرة ما تتعبش في الحرارة. بس 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 حارها مساعد والله. اي والله عطني فايدة واحدة من التكميل. أشوفها. عادي كلنا نقدر نجلس وأي واحد يقدر يجلس. حسام رجع رجل. مرة LCD في مصر ما تلاقيش منها في اي حتة في الدنيا. اهو زي ما انتوا شايفين المصريين قادمون. سجل وين هذا شو في قلبه؟ السلام عليكم. لو سمحت اخوي بيتناك اتنيت زيت. Okay.
يا من ممشاك يا من خالي خالي قسما بآيات الله وانا صادق عند ربي سبحانه ونعم بالله والله قدام كل جمهوري انا اتكلم قدام ملايين الملايين اللي عندي بسناب والله لا ادق لك روز رايز لا روز ما ابي اسمع ابي رنج واقسم بالله اسجل رنج هذا اسمك صعب. قسما بآيات الله واسفرك اوروبا واسوي لك اللي تبي اذا رديت الكلام اللي يقوله عشيري اي بس ما يطولها مره واحده لا. شوي 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 ها العشير صدق من قلبي شان برايت لك دايما شان برايت لك دايما شان برايت لك دايما شرح طارق على دايما برامج مرة خلي كم مشهودة هاو سالفنا بزودة هاو ثابت بحدودة انت الخالة تزقام عليك انت الخالة تفتحه ما اقدر تفتحه شو تسوي تسوي كذا تمشي كذا حلو تشوف هذا تشوفه وقفه السلام عليكم دقيقه بس تعال قرب يا شكرا لك يا رو خلاص بس كذا ست الحبايب يا حبيبي يا أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبي يا أغلى من اللي يسحب المركة يطلع له تعال ارسل انا شو مهتم بوقت اليوم تعال تعال انا من كثر ماني متوتر اصبحت غير متوتر ما ادري يعني من كثر ما المساله فيها ضغط عصبي خلاص وصلت مرحله من التوتر ما في توتر خلاص وشارع العدل والشارع المؤدي إلى شارع الستين وساحة التغيير ليست قريبة من ميدان التحرير ساحة التغيير باتت الآن محمية من كل الاتجاهات من قوات الفرقة الأولى مدرعة بقيادة اللواء علي المهدي أقول بعض الأوادم مثل همال السحاب السحاب كل نتمنى يشوفه ويجلس معه كملها يا ابو محمد وبعض الاوادم مثل تحديث السلام كل من شافه يقول الله يقلع
Ha ha ha!